صباح الخير واحلى التحيات طبعا لكل اصدقائنا المشاهدين من خلال صباحيه الام بي ان يلي عم نطلع عليكم اليوم. طبعا في عنا العديد من المواضيع والعديد من الضيوف يلي راح يكون عن كثير قصص طبعا بتهمكم. بهالفقره الاولى معنا دكتور مها شومان جباعي مديره مجمع نبيه بري لتاهيل المعوقين، ودكتور اسعد سيف ممثل وزاره الثقافه في مشروع اركيوميد سايتس، حتى طبعا نحكي عن المواضيع يلي عم تجمعهم وشو بيقدروا يعملوا ويساعدوا اكبر عدد ممكن من الاشخاص. لتفاصيل اكثر طبعا بنستقبل ضيفينا، اهلا وسهلا فيكم معنا ويعطيكم الف عافيه. بالبدايه وقت نحكي عن ممثل وزير ثقافي بمشروع اركيوميد سايتس، يمكن العالم حتسال شو هي اركيوميد سايتس، فاعطينا تعريف صغير عنه. هو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي بضم ثلاث وزارات ثقافه، نعم. وزاره الثقافه اللبنانيه، وزاره الثقافه الايطاليه، وزاره الثقافه بتونس. نعم. المشروع هدفه انه التعامل بطريقه حديثه مع مواقع التراث العالمي، ومن لبنان اين صور كموقع تراث عالمي، لانه هو من اهم المواقع التراث العالمي اللي ادخلت على لائحه اليونسكو من لبنان. نعم. هلا الهدف الاساسي بالمشروع هو اشراك المجتمع بالتراث تبعه، واشراك المجتمع مع الوزاره، يعني بدنا نكون ايد وحده نحن والمجتمع كرمال نحافظ على هالتراث ونقدر نمرره للاجيال المستقبليه بطريقه منيحه. نعم. هيدا جزء من المشروع، الجزء الاكبر من المشروع هو كيفيه شو هي النشاطات اللي بدنا نعملها لاشراك اكبر شريحه ممكنه من المجتمع. نعم. وهون في عنا عدة نشاطات صارت لحديت اليوم، في عنا نشاطات صارت بيوم المياه العالمي، جربنا نقدر نوصل لتلاميذ المدارس انه كيف كانوا الناس اللي عايشين قبلنا بسوريا يقدروا يتعاملوا مع المي، نعم. كيف اخذوا المي، كيف وصلوها لبيوتهم، شو كانوا يعملوها على ايام الرومان على ايام الفينيقيه. نعم. بيوم التراث العالمي ب 18 الشهر الماضي كمان اطلقنا حمله هي التراث للجميع، وهي انه كانت النشاطات اللي عم تنقام فيه موجهة نحو فهم تراث سور من قبل المدارس والمجتمع المدني ككل، لانه دعينا كل الاشخاص ليكونوا موجودين. نعم. لكن هي لكل الاشخاص، يعني بتقدر هي لكل اللبنانيه، لكل اللبنانيه كبار وصغار، وخاصه هلا ب 21 الشهر يعني نهار الخميس بعد يومين في عنا حمله جديده اطلقناها ضمن مشروع اركيوميد سايتس واللي هي التراث حق للجميع. نعم. ونحن هدفنا نخلق بيئه دامجه بالموقع الأثري والمستقبل بكل المواقع الأثرية لنقدر نستقبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. لأنه هالشريحة من المجتمع حسيناها مهمشة. نعم. مع أنه هي إلى حق مثلنا مثلها أنه بالتراث تبعها وتقدر تفهم تراثها وتفهم أثارها، عندها المقدرة أصلا، عندها كتير المقدرة وعندهم في كتير طاقات، بس المواقع الأثرية ما كانت مجهزة أول شيء لتستقبلهم. نعم. ونحن ما كنا مجهزين لطريقة عرض الاثار لإلهم. نعم. اذا نحن بهالنهار هيدا عنا اختبار من الاول بنوعه بلبنان راح يكون، وهو دمج المعوق ضمن البيئه الاثريه، ومن هيك اتصلنا ب مجمع نبيه بري بصرفانت كرمال نقدر نتعاون نحن وياهم لنقدر نوصل لهالفكره بافضل السبل، لانه هن الخبراء بالنتيجه. أكيد. مع الاشخاص. اكيد. وهون تم العمل المشترك مع. نعم. بعض. قبل ما نحكي اكثر عن هالمشروع والنشاطات اللي رح تكون ضمنه، خلينا نعرف كمان بالبدايه شوي عن مجمع نبيه بري لتاهيل المعوقين. مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين هو أحد فروع الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين يلي أسستها السيدة رندا عاصي بري. افتتح المجمع عام 1996 وبيقدم خدمات تأهيلية شاملة لكافة الأشخاص من ذوي الإعاقة. نعم. كمان بيعمل على مناصرة حقوقهم يلي جزء منها طبعا المشاركة في المجتمع المدني وفي أنشطته. نعم. بالإضافة للمساعدة على دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع وإدراكهم لقدراتهم وطاقاتهم. نعم. فمن خلال المشاركة بهالحملة المميزة كجمعية لبنانية لرعاية المعوقين، الأطفال عنا والطلاب عنا يلي هني أبناء مدرسة لواء المتخصصة بالتربية وتنشئة الأطفال من ذوي الإعاقة حيشاركوا بالمشاغل يلي هي فنون حرفية بتعلمهم الجمعية على القيام فيها من خلال رسم،
على الزجاج ورسم تابلويات من خلال الموزايك وصناعة الفخار، نعم. مع تقديم الثقافة الدائمة لإلون حول أهمية التراث، نعم. فأهمية هالحملة عبر شعار اللي تفضل دكتور سيف فيه، التراث حق للجميع، التراث اللي هو ما أورثنا إياه أجدادنا يلي منتنقلوا عبر الأجيال من ثقافة ومن حضارة ومن تاريخ، من ضروري جدا أنه يكون للجميع. فكيف إذا كرسناه كحق، من الضروري جدا أنه نتعاطى مع الفنون ومع تاريخنا على أنه حق يجب على الجميع أن يتعرف عليه وأن يكون عنده وعي عليه. لهالسبب كتير من ركز بالجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين على التراث، وحتكون مشاركة الله راد نهار الخميس مشاركة فعلي. نعم حلو. أي فئة عمرية رح تكون مشاركة بها؟ إجمالا من عمر ال 14 لعمر ال 21 حيكون مشاركتهم مثل ما قلنا بعدة رسوم، بإنجاز تابلويات من الموزاييك وصناعة الفخار، مع إدراكهم لأهمية هالإنجازات هاي وكيف إنها موجودة إشياء حلوة كتير منها بأثار مدينة صور. بالإضافة حيقدموا تابلو فني بلباس شرقي تراثي خلال نهار الخميس. حلو. كمان عدد منهم رح يكونوا مرشدين سياحيين لكل الضيوف اللي حيكونوا بهالنهار. حلو حلو، يعني عم يقدروا عم نثبت للجميع انه اي شخص بيقدر انه يعمل كل شيء، وهو هيدا حقه، يعني اقل حق لازم يكون عنده اياه ويحصل عليه. وهون يمكن بمساعده اريكيوس ميدسايدز هون عم تقدروا يمكن تساعدوا هالاشخاص وتقدروا تنمون وتطلعوا منهم يمكن مواهب مدفونه. ومثل ما قلنا يمكن بيقدر اوقات هيك شخص عنده اعاقه انه يعطي اكثر من شخص ما عنده اي اعاقه. يعني اهميه التشبيك، يعني هالنشاط يلي بيحمل تشبيك ما بين وزارات متعددة، نعم. ما بين جمعيات أهلية تعنى بالإعاقة وبلديات، بالإضافة لجمعيات دولية ومسؤولين عن مشاريع تعنى بالتراث. هالتشبيك ما بين هالهيئات غنى بحد ذاته، بيسلط الضوء على أهمية التراث يلي هي أساس حضارة كل الشعوب. نعم. بدي أرجع لك دكتور أسعد، التراث حق للجميع، الفكرة من وين انطلقت لهالمشروع تحديدا؟ الفكرة كنا عم نفكر أول شيء بخلال مشروع أركيوميت سايت بوزارة الثقافة، أنه نحن كيف نقدر نرد الروابط اللي انفصلت بين الناس اللي عايشين وبين تراثهم. نعم. نحن شفنا انه بلبنان عم نفقد هالروابط مع تراثنا وتاريخنا، وهيدا الشيء عم بيؤدي لمشاكل على المستوى المجتمع ككل وعلى المستوى النفس الاجتماعي حتى. نعم. وبدأنا بالنشاطات مثل ما سبق وقلت لك، بدأنا بعدة نشاطات لنشرك كل شرائح المجتمع. ونحن عم نفكر بهالنشاطات طلعنا لقينا انه في جزء كبير من اللبنانيين مهمش، وهالجزء هو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. وقلنا انه لا، نحن من واجباتنا كوزارة ثقافة ومن مسؤولياتنا كوزارة ثقافة نقدر نقدم المعرفة الثقافية والتراثية للكل. نعم. من هون نشأت الفكرة. وطبعا النشاطات اللي رح تنعمل مثل ما ذكرت الدكتورة انه هي نشاطات رح تكون جزء منها من اشخاص ذوي احتياجات خاصة رح يعملوها، ونحن كمان رح نشرك الاشخاص اللي ما عندهم هالاحتياجات رح نشركهم بهالنشاطات من خلال عدة انشطة صغيرة، مثلا مع مؤسسة وداءات اللي هي بتهتم بكل الاعمال الفنية الموجهة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. راح نطلب من الكل، كل المشاركين معنا للأشخاص المعوقين وغير المعوقين، ليفوتوا بمسابقة تصويرية، إنما فيها شرط. الشرط الأساسي أنه الشخص المعوق بياخد الكاميرا وبيصور، إنما الشخص اللي ما عنده إعاقة مجبور ينقي إعاقة، يربط ايده، يوقف اجراء، يسكر عيونه اللي هني، ويعمل هالتصوير هيدا من خلال هالإعاقة اللي عنده. نعم. وبالآخر نحن رح نعطي جوائز لأفضل
يعني مثل مجموعة تصويرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص غير المعوقين. هيدي إحدى النشاطات. نشاط تاني رح نعمل ووركشوب على الموقع، نطلب من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بكل أنواعها كيف أنتوا أفضل طريقة لإلكم لتمرقوا على الموقع وتنزلوا مثلا من هون أو تزوروا هالموقع. هم رح يدلونا على الطريقة الفضلة لنقدر نأهل الموقع للأشخاص الباقيين يقدروا يزوروا، لأنه موقع صور رح يكون مثل موقع اختباري ورح تمتد هالخبرة هيدي أو هتكون انطلاقة من هالمكان، انطلاق من صور لكل لبنان لنقدر نحن نرجع نأهل مواقعنا الأثرية كوزارة ثقافة. هيدي من أهم مسؤولياتنا لنستقبل أكبر شريحة من العالم. ورح يصير كمان في مثل ستوري تيلينج، يعني رح نخبر كل المجموعات لكل الأعمار قصص بتناسب الأعمار تبعها اللي هي صغيرة، أو دورات مثلا بقلب الموقع تثقيفية للأشخاص اللي طبعا 18 سنة 21 سنة لا يقدروا يستوعبوا ويفهموا تراثهم. وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عنا تور سبيسيال، يعني رح نعمل مثل برمي سبيسيال، يمكن يكون في شخص ما بيقدر يقشع، رح نبرم نحن وياه، نقعد نحن وياه بمناطق نحسسه انه الصوت بهالموقع هيدا كيف مختلف، اللمس تبع الحجر كيف مختلف، الأرض كل هالأمور هيدي رح نجرب قد ما فينا يكون في مشاركة بين المجتمع اللي ما عنده هالإعاقة والأشخاص اللي عندهم هالإعاقة. نعم، نحن في معنا بعض الصور أيضا، خلينا نبلش نشوفهم عن النشاطات. نعم. يلي قايمين فيها. نعم، هود النشاط قمناهم بنهار التراث العالمي ونهار اليوم الوطني، اليوم العالمي للمياه. نعم. مثل ما عم تشوفي في كتير هون، كنت قلت لي كلها طلاب مدارس، طلاب مدارس كانت هاتفه هالحملتين هاتفين ليعرفوا هالطلاب على تراثهم، وعم نكتشف اكثر واكثر انه الطلاب عم يهتموا لما نحكيهم عن التراث ونفهمهم اياه بطريقه بتقدر توصلهم، عم يهتموا اكثر منا صايرين بتضل ذكرى معهم كل عمرهم، بتضل يعني ذكرى كل عمرهم. هون في الفيس بينتينج كمان، لانه في نشاطات خاصه بالولاد، يعني لانه الولد بده يحس انه الموقع الاثري موقع مثل البيت عنده، يعني بتسلى فيه بيلعب وبذات الوقت بيتسقف. صح. اللي بزعل اوقات يعني انه نحن ببلدنا ما بنعرف في مناطق كتير يمكن ما بنروح عليها وما بنعرفها، مواقع اثريه كتير مهمه، وبنروح بنستعجل انه نسافر لبرا تنروح نشوف اثارهم ومواقعهم. نحن عندنا اشياء، عندنا كتير امور نحن يمكن بنجهلها. صح. واذا تعرفنا عليها بصير شيء كتير مهم إذا بدنا رؤيتنا لمجتمعنا، رؤيتنا لواقعنا ولتاريخنا. 100% عم تشوف صور وقت بتفكر حالك إنه منك بلبنان. Exactly. لأنه المستوى اللي عم بينقام فيه النشاطات هو مستوى عالمي، عم نتبع الستاندرد تبع اليونسكو وتبع كل الأنشطة العالمية. من هيك قدرنا توصلنا كمان مع المركز مع الدكتورة، لأنه حسينا إنه في بكل المراكز وبكل المؤسسات العامة والخاصة في أشخاص عم تشتغل فعلاً على مستوى عالمي. لما كلنا بنجتمع مع بعضنا ونعطي للمجتمع شيء مهم. صحيح صحيح. وبدي اسال طبعا بمجمع نبيه بري لتاهيل المعوقين، كيف هيك عم بتتم هلا التحضيرات وقد ايه الحماس عند هالاطفال؟ بدايه كان في شرح للاطفال عن اهميه مدينه صور من الناحيه التراثيه، طبعا بالاساس بيعرفوا اهميه التراث ثقافي. كتير بهمنا انه نشوف الاشخاص والاطفال من ذوي الاعاقه بمواقع وبانشطه ثقافيه. بهمنا لما يشتغلوا الحرف ويشتغلوا الفنون، مش بس الاطفال او الاشخاص ذوي الاعاقه ندربهم لكسب الرزق في المستقبل، اكيد كل انسان بده يكون عنده مهنه وحرفه لكسب الرزق، بس كمان الفن بهدف الفن بهدف الثقافي. نعم. وهالشي عم نعززه بداخلهم، وهيك أنشطة كمان بتعزز بداخلهم أهمية أنه الإنسان يكون الثقافي، لأن الثقافة ليست رفاهية. نعم. هي حاجة وهي ضرورية، ومن خلال الفن الطفل يكتشف قدراته وإمكانياته. طبعا. فبداية كان في تثقيف بمساعدة فريق دكتور سيف كمان على تسليط الضوء على أهمية صور إذا بنرجع لتاريخ مدينة نشاط السكاني فيها عمره 5000 سنة، فاختيار مواقع صور الأثرية بحد ذاتها كان يعني نجاح، لأن صور تحمل الكثير من الحضارات، حضارات تعود إلى القرن الثاني تواصلا للقرن السادس، مرق عليها حضارات بدءا بالفينيقيين اليونانيين الرومان البيزنطيين العثمانيين. نعم. فكان في تدريس لهم، كان في تأكيد على أهمية هالحضارة وما تحمله من موروثات. طبعا
معودين من خلال مشاغلهم على الفنون، الفنون الجميلة. فهون كنا عم نشبك ما بين صناعة الفخار والموزاييك بالحضارة تعيد صور، كان عندهم هالحميس. نعم. فعم يشتغلوا هالأشياء الفنية وبدهم يحضروا حالهم لعرض نهار الخميس، بدهم يكون في تلوين على الأرض، رسم على الزجاج كمان. تم تسليط الضوء على أهمية صناعة الزجاج بصور صور يلي في عدد كتير من أعماله في مجال الزجاج معروض حتى بمتحف اللوفر. نعم. فهلا في رسم على الزجاج، وعلى الأرض رح يكون في رسم على الزجاج، صناعة الموزاييك بالإضافة للفخار. كمان حيقدموا رقصة مثل ما قلنا، رقصة هيك وطنية فيها لباس تراثي، وحيكونوا بالموقع خلال النهار، وهون رح يأكدوا على قدراتهم من أشخاص ذوي الإعاقة إنهم موهوبين. وصدقوني عم أقول هالشي بحكم تجربتنا، لأنه الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرين على العطاء وعندهم مواهب رائعة جدا. واللي حابب يعرف أكثر لازم يكون معكم نهار الخميس يتوجه لحتى نتمنى يشوف ويشارك. أعطينا بس المكان والزمان بشكل. النهار الخميس 21 الشهر بموقع صور الباص من الساعة 9 للساعة 2 الأنشطة رح تكون. نعم. وفي إطلاق الحملة رح يكون أوتدور، رح يكون أوتدور، وإطلاق الحملة رسميا مع الفعاليات الموجودة من الساعة 10:30. نعم نعم. لكن طبعا الجميع مدعو طبعاً من كافة الأعمار، نهار مفتوح للجميع ضمن نهار التراث الوطني، مفتوح للجميع بكل فئة المجتمع. يعني إن شاء الله الكل يتوجه ويشوف ويشارك معكم لحتى يعرفوا قدرات الأشخاص يلي يمكن نحن أوقات مثل ما قلتوا مهمشين ومننساهم بمكان ما للأسف. يعطيكم ألف عافية على هالنشاطات اللي عم تقوموا فيها، وإن شاء الله تتكلل بالنجاح ونشوفكم من نشاط لنشاط تاني. شكراً لكم مشاهدينا. طبعا نحن وقتنا انتهى، ولكن المقابلات الصباحية بعدها بأولها، فرح نتوقف مع أول بريك علينا ونرجع نكمل معكم.